بعض القضايا في المرأة هي لها دور. احنا من يدري؟ شوف ليش اقول لك تثقف في دينك ومن ضمنها الآداب والسنن. اختيار خاطئ يؤدي لدمارك دنيا وآخرة، تدري ولا؟ يعني ترى كثير من النساء ساهموا في اعوجاج أمة كاملة. زين، امرأة ساهمت في سفك دم 18,000 في حرب الجمل. مو شي بسيط المرأة، المرأة دي ممكن تدمر أمة بكاملها. من اللي سمى الإمام الحسين جعدة؟ من اللي سمى الإمام الجواد أم الفضل؟ والله لا، بعض الأوقات شوية ما تختار بشكل صحيح تتدمر. طوبى لمن كانت أمه عفيفة. الطرف الآخر مو في القضايا العقائدية تخبطوا، حتى في القضايا الفقهية تخبطوا. يعني الآن طواف النساء غير عندنا طواف النساء، هم ما عندهم طواف النساء. وإذا واحد ما يطوف طواف النساء زوجته تحرم عليه، صحيح يا مو صحيح؟ فإذا هذا زوجته تحرم عليه ويروح جامعها وتنعقد النطفة ويطلع الولد للوجود، ده الولد شنو حكمه؟ ها؟ ولد شبهة؟ المهم يعني أكو مشكلة هني. النسل هذا إذا في انعقاد نطفته إشكال، هذا ما يتوفق لا في أخلاق لا في دين، مشكلة قسوة قلب تصير عندهم. واضح يا واضح. فالتخبط الفقهي وايد مشكلة.